بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت وأعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.